اهلا بيكم في ساينس بايتس بودكاست. انا احمد ابراهيم ودي سادس حلقه من حلقات البودكاست. زي ما اتفقنا في البودكاست هنفصل شويه من الشرح والمذاكره ونتكلم في مواضيع عامه شويه بس تخصنا برضه. والموضوع اللي نقيته النهارده حسيت ان هو عامل مشاكل لناس كتير منهم انا شخصيا في فتره من الفترات. الموضوع ده هو الشغف او البحث عن الشغف. تعبونا من واحنا صغيرين كل ما تروح تقابل حد وتقول له انا مش عارف ابدا منين او مش عارف ابدا بايه يبص لك ويقول لك اعمل حاجه بتحبها ويحذرك ان انت ما تعملش اي حاجه غير اللي انت بتحبها، اللي هو يا عم انا لو عارف انا بحب ايه ما كنتش سالتك. وبعدين بقى تبتدي تشك في نفسك، تبص كده على اللي حواليك وتقول هي الناس دي كلها خلاص عرفت هي بتحب ايه وارمط هو اللي مش عارف ولا في ايه. والحقيقه يا صديقي ان مفيش حد بيتولد عارف هو عايز ايه. نسبه قليله قوي قوي من الناس بتكتشف حاجات هي بتحبها من وهي صغيره، والحاجات دي ممكن تكمل معاها لما تكبر عادي، بس الجزء الاكبر من الناس بياخد طريق طويل وشاق عشان يكتشف ايه هي الحاجات اللي هو ممكن يحبها. وفي ناس بتستسلم للواقع للي موجود، يعني هو بيشتغل شغلانه معينه والشغلانه دي لا هو بيحبها ولا هو بيكرهها، مش متضايق ومش شايف ان هو محتاج خالص ان هو يقعد يدور على حاجه تانية. وده لا في اي حاجه عيب ولا غلط خالص، مادام هو قدر يكفي احتياجاته كبني ادم ومش عال على حد خلاص يعمل اللي هو عايزه. مش محتاج تروح تقول له ايه ده وانت ما عندكش هوايه ما عندكش حاجه، هو كده هو كده مبسوط خلاص سيبه في حاله. بس في بقى اشخاص تانيه مش مرتاحه او مش حابه اللي هي بتعمله وتحس باحباط شديد لان هي مش عارفه ايه اللي هي بتحبه عشان تروح تعمله، وده برضو ما فيهوش اي حاجه غلط. الغلط بقى انه يقف هنا، اللي هو مالك يا ابني ما انا مش حابب الشغل، طب ما اتغير الشغل، ما انا مش عارف انا بحب ايه، ما مش عارف، طب دورت، لا ما لا مش. هي دي بقى المشكله، لان ده اكتر شخص محتاج ان هو يعافر ويكتشف طرق ويكتشف نفسه علشان يعرف هو ممكن يعمل ايه ممكن يحب ايه ويجرب حاجات كتير على قد ما يقدر. ومين عارف يمكن حاجة من الحاجات اللي هيخبط فيها يكتشف انه بيحبها، ويمكن بيحبها قوي كمان، مين عارف. بعد ما جربها بايده وشافها واشتغلها قال لا ايه ده انا شكلي بحب الحوار ده ولا ايه. هو كده الشغف بيكتشف، ولو انت ما قعدتش تدق وتجرب عمرك ما هتكتشفه، عمرك ما هتعرف ايه اللي مستخبي جواك. اكتشف بامكانياتك وباللي معاك. وفي ناس كتير اكتشفت مجالاتها ما كانش معاها حاجه خالص، ابتدت من مفيش. لو عرفت تدور على الناس دي وتكلمهم كلمهم، ابعت ل 100 شخص 99 منهم مش هيرد عليك، بس في واحد هيقول لك انا عملت ايه وابتديت ازاي كده. في نفس الوقت انت تبقى ماشي في الطريق، والله هو رد يساعدك، ما ردش خلاص. في ناس عشان تكتشف هي بتحب ايه اضطرت ان هي تشتغل اكتر من شغلانه في نفس الوقت، لان واقعيا هو ما يقدرش يسيب شغله دلوقتي اللي بيديله دخل ثابت ويروح يجرب في حاجه تانية ويا نفعت يا ما نفعتش، ساعات بيبقى مش منطقي. وفي ناس ما بيبقاش عندها رفاهيه الوقت، بيشتغل مثلا لساعات طويله ومش بيبقى في اليوم بتاعه غير ساعه ولا ساعتين بس للراحه يعني. ومع ذلك في ناس قدرت تستغل الوقت الصغير ده في انها تمشي خطوات صغيره في الاكتشاف، حتى يا اخي لو خدت وقت اطول من غيرها احسن مما فيش. توفيقك بقى في الطريق ده مش بتاعتك خالص، التوفيق من عند ربنا بس. انت كل اللي عليك ان انت تمشي في الطريق تسعى فيه بس. وبص بقى ما تقارنش نفسك بحد ابدا ابدا، لا شكلا ولا موضوعا. في حاجة مش عاجباك وممكن تشتغل عليها اشتغل عليها، مثلا يعني الجيم والدايت والحاجات اللي احنا بنكسل عنها دي. مش عايز تشتغل عليها انساها خلاص، لان في حاجات كتير احنا بنبقى فاكرين الناس مركزة فيها وبص عليها ومحدش مهتم بيها اصلا بالمرة. وبعدين بقى احنا دايما في المقارنات بنعمل حاجة وحشة قوي، بنقارن الحلو اللي عند الشخص اللي قدامنا باللي احنا محتاجين نشتغل عليه عندنا، ودي مقارنة غير عادلة بالمرة، لان احنا مبنبقاش شايفين المعارك اللي قدامنا بياخدها او بيصارع فيها او هو مش مبينها لنا، بس اكيد فيه احنا بس اللي مش شايفينها. فلو هتقارن بقى يبقى تقارن المعارك بتاعته بالمعارك بتاعتك بكل ما فيها بقى باحاسيسه بكل حاجة، او تقارن الحلو اللي عنده بالحلو اللي عندك. ومتقوليش ان مفيش حلو عشان متأكد انه فيه. اشوفكم الحلقة الجايه.